أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى ربك، تعالى جدك، وتعالى اسمك، ولا إله غيرك. سبحان من في السماء إله ومن في الأرض إله، سبح قدوس رب الملائكة والعلا والروح. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه مادة علوم القرآن، والدرس الثامن في جمع القرآن العظيم وترتيبه، جمع القرآن الكريم العظيم وترتيبه. فقبل الشروع في العمل إن شاء الله سنعرف ما هو الجمع وما هو الترتيب، والجمع مع الترتيب والترتيب مع الجمع. قال ابن فارس في مقاييسه، ابن فارس أحمد المتوفى من علماء القرن الرابع، المتوفى سنة 50 بعد 90 وبعد 300 للهجرة، في كتابه قال: جمع، قال: الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضم شيء، يقال جمعت الشيء جمعا، جمعت شيئا، جمعت الشيء جمعا، أي إذا جمعت هذا إلى هذا جمعت بين شيئين أو أشياء. ومنه قوله تعالى في سورة الكهف الآية 99: فجمعنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فجمعناهم جمعا، بمعنى جمع الله بين أناس، جمع الله بين الخلائق بأجناسهم. والجمع قال: والجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه يقال. ما أكثر الجمع في أرض بني فلان لنخل خرج من النوى، إذا خرج منه النخل يعني إذا انتشر النخل، إذا يقال إذا نبت، عفوا، إذا نبت النخل في أرضهم يقال لنخل خرج من النوى، أي من ناهيتهم، أي في شعرهم أو في أرضهم هكذا. والجمع وقال: والجمع برفع الجيم، برفع الجيم قال: يقال للمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد، إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يقال الجمع، الجمع برفع الجيم. ويقال أيضا: هي أن تموت المرأة ولا يمسسها رجل، توفي ولم يمسسها رجل. وقال: والجمع شرعا، قال الراغب الأصفهاني، والراغب الأصفهاني من علماء القرن السادس المتوفى سنة 2 بعد 500 للهجرة، في كتابه المفردات في غريب القرآن، قال: الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يعني هناك أشياء من بعدها أخذت هذا من بعدها وذاك من بعدها وجمعت بينها في مكان واحد، هذا ومعنى الجمع في الشرح. قال: جمعته فاجتمع، أي اجتمعت. وقال عز وجل، أي منه قوله تعالى: جمع مالا وعدده، يعني انضم هذا المال إلى هذاك ثم يحدده مرة بعد مرة، سورة الهمزة. ومنه قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر، أي جمع الله بين شيئين وهو الشمس والقمر في سورة القيامة. فهذا هو تعريف الجمع. أما أنواع الجمع، ويطلق جمع القرآن الكريم ويراد به عند العلماء أحد المعنيين. أولا، المعنى الأول، الجمع إذا أطلق الجمع عند العلماء بمعنى جمع القرآن له معنيان.
فالمعنى الأول جمع الجمع في الصدور، الجمع في الصدور أي حفظ القرآن، وجمع القرآن هم أفاده، وهذا المعنى هو الذي ورد في خطابه تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل عليه السلام من قراءة الوحي حرصا أن يحفظه أي أن لا يساو صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج إمام مسلم والإمام البخاري بسند إمام عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، مخافة أن ينفلت أي بمعنى مخافة أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يريد أن يحفظه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال يقول إن علينا أي أن نجمعه في صدورك، بمعنى سنجمع هذا القرآن في صدرك، ثم نقرئه أي نقرئك القرآن، فإذا قرأناه أن نبينه بلسانك. وفي لفظ علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك إذا أتاه جبريل أطرق، وفي لفظ استمع بمعنى استمع إلينا قبل أن تحفظه، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله، أي فإذا ذهب جبريل فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يردد ما قرئ عليه صلى الله عليه وسلم تبارك تعالى ذكره. ثم هكذا يفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تيسر الله. وقبل ذلك وقد كان الصحابة الكرام حفاظ القرآن، كانوا حفاظ القرآن مما وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه سبعة من الصحابة بثلاث روايات من الحفاظ، قال هم عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسيد بن ثابت وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء. فإمام البخاري أورد هذه السبعة، الأولى السبعة، وذكر أولى الأحفاظ السبعة أو الثمانية أو غيرها لا يعني العصر، أي بمعنى ليس من باب العصر، قد حفظ القرآن غيرهم، لأن النصوص الواردة في كتب السير والسنن تدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتنافسون في حفظ القرآن، حتى يحفظون القرآن أزواجهم وأولادهم، ويكرهون به في صلواتهم بجوف الليل، حتى يسمي لهم دوي كدوي النخل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الأنصار ويستمع إلى ندى أصواتهم بالقراءة في بيوتهم. وقد روى الإمام البخاري وإمام مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فهذا لفظ إمام البخاري. وفي رواية إمام مسلم زيادة قال فقلت لو علمت قال أبو موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت والله
يا رسول الله أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحذيرا، أي لزدت فيه لزدت في صوتي وفي قراءتي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ذكر هذه هؤلاء السبع ليس من باب العصر، هكذا هكذا صلى الله عليه وسلم. ثم تيسر الله سبحانه وتعالى يفوته للمسلمين جميعا، فتراهم في شتى البقاع في شتى بقاع الارض يترنمون بهذا القران حفظا، حتى كان بعضهم لا يكاد يعرف العربيه لا قراءه ولا كتابه، وتلك مزيه لا تجدها لغير القران. بمعنى من هناك اناس حفظ القران لكن لا يعرف اللغه العربيه، لا يعرف اللغه العربيه ولا يعرف القراءه، ولكنه حفظ القرآن يعني حفظا متقنا حفظا متقنا، فهذه من مزية القرآن. فهذا هو معنى الجمع في الصدور. أما المعنى الثاني هو الجمع في السطور، هو الجمع في السطور أي جمع القرآن، بمعنى كتابه كتابته كله، أي كتابته كله، مفرق الآيات والسور أو مرتب مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، ومرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا وقد رتب إحداها بعد الأخرى، فقد رتب إحداها بعد الأخرى. فالآن إن شاء الله نتكلم عن مراحل التي مرت بها جمع القرآن، ولجمع القرآن في السطور مراحل يمر بها، وقد سماها وقد قسم العلماء إلى ثلاث مراحل. قال الحاكم النسابوري، والحاكم النسابوري من علماء القرن الخامس المتوفى سنة 500 بعد 400 من الهجرة، قال في مستدركه: جمع القرآن ثلاث مرات، هكذا قال. إهداها أي بمعنى المرحلة الأولى من جمع القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أخرج بسنده على شريط الشيخين إمام مسلم وإمام البخاري عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. هذا قول زيد بن ثابت، الحديث طويل. بمعنى قال سيد نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن، بمعنى أي نجمعه، لكنهم لا يجمعون في مكان. كيف ذلك؟ وهم وزيد من كتاب الوحي، من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم إمام علي كرم الله وجهه، ومعاوية، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت المذكور قبل قليل. إذا نزلت الآية فيأمرهم صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ويرشدهم أيضا إلى موضعها من سورتها حتى تظهر الكتابة في السطور، وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام البيهكي. والإمام البيهكي من علماء القرن الخامس أيضا المتوفى سنة 80 بعد 50 بعد 400 من الهجرة، قال: فيخطونه في العصب، هذا قول زيد بن ثابت، فيخطونه في العصب واللخاف والكرانيف والرقاع والأكتاف وقطع الأديم والأكتاف. لم يكتب مصحف واحد، أي لم يكتب القرآن في مكان واحد، كتب في هذه أدوات، في هذه الأدوات كلها كتب فيها القرآن. إما تجد سورة البقرة في شيء، وسورة آل عمران في شيء آخر، وسورة النساء في شيء آخر، وسورة الكهف في شيء آخر، وسورة هكذا كان، لم يكن في مكان ولم يكن في مصحف واحد هكذا. فقد روى عبد الكريم الدرعقولي
البغدادي وهو من علماء القرن الثالث المتوفى سنة 80 بعد 70 بعد 200 للهجرة في كتابه فوائد في الحديث بسنده عن سفيان بن عيينة عن إمام الزهري عن عبيد الله بن زيد بن ثابت قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء أي لم يكن القرآن جمع في مكان واحد ولم يرتب سور لم يرتب ولم يجمع في مكان واحد. وقال أبو سليمان الخطابي وهو من علماء القرن الرابع المتوفى سنة 80 بعد 300 للهجرة إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة لأن الله تعالى قال إنا نزلنا القرآن وإن له لحافظون فكان ابتداء ذلك على يد أبي بكر الصديق بمشورة عمر فهذه هي المرحلة الأولى من جمع القرآن وهنا أكف إن شاء الله في الدرس في الحلقة الثانية إن شاء الله نبدأ من المرحلة الثانية وأسأله تبارك وتعالى أن يفهمنا القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وارزقنا العمل بهما بجائزاتك المقدسة آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.